بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد التشاديلي من مدينة الرباط، المدينة القديمة. هاوي حمام الزاجل وحمام الزينة. بالنسبة للبداية ديالي مع الحمام، تقريبا بديت الحمام في شي 98 بحال هكاك. كهاوي مبتدئ خدينا حمام من السوق شوي بشوية، شجينا على قد الحال صنيدقات هذي. من بعد بدا الانسان تيقلب على حمامات مزيانين، ربينا الفوياجور، واحد شوية قلبنا على السباقات، تعرفنا على اصدقاء تيشاركوا في الجمعيات وهذه وهذي. من بعد تحنا تلاحينا للسباقات، وهكا بدات الهواية. اللي خلاني ربي الحمام الزينة وحمام الزاجل في نفس الوقت هو الحب لهذا الحمام بأول الدرجة الأولى. ومن بعد قلبنا على المنافسات، وبطبيعة الحال اللي تيقلب على المنافسة ديما تيقلب على الحمام عنده يكون عنده جودة عالية. هذا ما كانش بالنسبة للإنجازات اللي واكبتنا في هذه الهواية، الحمد لله كانوا إنجازات بالنسبة للحمام الزاجل. وبالنسبة للحمام الزينة كانت إنجازات حيت عرجنا على واحد التخصص اللي هو الحمام الروسي. كانت إنجازات بطل في فصيلة فولغا مرتبة أولى، سنوات متعددة الرتبة الأولى في فصيلة روستوف، الرتبة الثانية، الرتبة الثالثة. بالنسبة للزاجل ألقاب كثيرة متعددة. جينا نتحدثوا على الحمام الروسي، نقدروا نتكلموا على مثلا هذا الصنف الفولغا اللي تيمتاز بهذه الألوان ديالو جميلة، تيكون عنده هذا البار هنايا بيض، وبالنسبة للوجه ديالو تتكون عنده واحد اللحية هنايا بيضة حتى هي، الكشف ديالو تيكونوا بيضين، والصدر عاوتاني ديالو تيكون بيض النص ديال الصدر ديالو. بالنسبة للمواصفات الأخرى اللي ضرورية، خاص السيروال يكون كبير، الظهر تيكون قصير شوية، الراس خاصو يكون دائري شوية، المنقار خاصو يكون تيشكل زاوية منفرجة مع الرأس، خاصو يكون بطبيعة الحال بيض. بالنسبة للأعين خاصها تكون لؤلؤية بحال هكا، ما تكونش مختلفة، خاص تكون عين بيضة من هنا وعين بيضة من هنا. كاين واحد الصنف واحد آخر للفولغا تيكون عندها هاد اللحية فوق العين ديالها، العينين ديالها تيكونوا كحلين، تتسمى فولغا ماسكي. نقدروا نتحدثوا على هذا الصنف، هذا حتى هو الروستوف بيتاج. كاين الروستوف عادي بحال اللي تشوفوا ما عندوش تاج، هذا خاص. بالنسبه للاصناف الروسيه اللي عندنا كامله تتمتاز، خاص الديل يكون عريض. دابا ربما نهضروا على تقريبا في الاصناف كاملين عندهم نفس المواصفات، تيختلفوا شي ميزات قليله. الديل عريض، الظهر قصير، الراس خاصو يكون دائري، الاعين لؤلؤيه، الصدر يكون عريض، رجلين قصار، السيروال يكون كبير حتى هو. هذه هي الميزات اللي تيمتاز بها هذا الحمام. هذا الحمام هذا روسي، سميتو الروستوف من الاصل ديالو مدينه الروستوف الروسيه.
غنتحدثوا هنايا على الحمام السيبيري، حتى هو تيمتاز بالديل العريض، الظهر قصير، الراس خاصو يكون دائري، لكن تتكون عنده واحد الجبهه عريضه، هذا مختلف على الاصناف الروسيه الاخرى. المنقار تيكون صغير شيئا ما، تيشكل واحد الزاويه منفرجه مع الراس. الصدر خاصو يكون عريض، السيروال كبير. بالنسبه للديل خاصو يكون اقل حاجه هي 14 ريشه. بالنسبه للارجل خاصها تكون هي قصيره كما قلنا في الاصناف الاخرين. غنتحدثوا على هذا الصين، فهذا شنو هو؟ هذا تقريبا شبيه بفصيله السيبيري، هو تيتسمى فصيله القوقاز. تيمتاز بالديل ديالو، خاصو يكون اسود او احمر او اصفر. اجود الالوان اللي كاينين هما الاسود. حتى هو تيكون عنده الصدر عريض، تكون الظهر قصير، الجبهه والراس دائري، المنقار ابيض، السيروال كبير، ارجل قصيره. هادو هما المعايير اللي تيمتاز بهم الحمام الروسي. بالنسبه لهاد الحمام الروسي، الان حنايا تنشطوا في واحد النادي اللي سميتو النادي المغربي للحمام الروسي، اللي هو فرع في تحت لواء الجمعيه المغربيه لمربي الحمام. هاد النادي هذا تيشجع على هوات باش تيديروا مسابقات، تيعرفهم بالسلالات الروسيه، يعني كيفاش يتعاملوا معها ستوندار. هذا ما كان، هذا هو النادي ديالنا. انا تمثل الرئيس ديالو. اللي بغى اي استشاره ولا يتعرف على النادي المغربي للحمام الروسي ولا الجمعيه المغربيه اللي مربي الحمام، مرحبا. غنخلي لكم الرقم ديالنا في الفيديو، ديك الساعه تواصلوا معنا اي استشاره، لا في الحمام لا كيفاش تربي الحمام لا هذه، مرحبا بكم.